أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام على قناتي Study with إكرام أو Study with إكرام. في فيديونا لليوم سنقوم بتحضير درس أنا وابنتي للسنة الأولى متوسط الجيل الثاني. تجدون هذا النص في كتابكم المدرسي. نبدأ على بركة الله بالفكرة العامة. لدينا الفكرة العامة وصف الشاعر لابنته وهي تطلب العلم وبيان حبه لها، شرح المفردات، تصغي أي تستمع، العظات، النصائح والتوجيهات، تناجي تحدث في سر، يناغي تلاطفه بالحديث والملاعبة، ناغت الأم ابنها، القطاط طائر يشبه الحمام، اتعظي أي بمعنى انتصحي. الأفكار الأساسية: الفكرة الأولى حرص الأب على تعلم ابنته. الفكرة الثانية وصف الشاعر لابنته وهي تدرس. الفكرة الثالثة دعاء الأب لابنته بالخير. الفكرة الرابعة فرح الشاعر بإنجاز ابنته في المدرسة. الفكرة الخامسة حث الشاعر ابنته على طلب العلم. المغزى من النص: الولد مهما كان جنسه مصدر فرح وسعادة لوالديه. كان هذا هو فيديونا لليوم، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.